وأذهب إلى كريم بيبرس ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. تأخرت عليك كثيرا كريم، وأعلم أنك تتابع منذ فترة دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة. في البداية كريم، أدليت بصوتك في لجان المغتربين، وكيف عمل لجان المغتربين في مدينة العريش يا كريم؟ تحياتي لك محمد وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني ربما لم يطح لي الوقت بعد لأن أدلي بصوتي في لجان المغتربين الآن، ولكن يمكن أن نلقي نظرة بشكل عام أو أحكي لكم ما رصدناه خلال يعني اليوم على هذه اللجان، سواء في اللجان الأساسية لمواطني أهل محافظة شمال سيناء أو حتى لجان المغتربين. نتحدث عن 6 لجان بالطبع ضمن اللجان المختلفة داخل 40 لجنة فرعية بمحافظة شمال سيناء. هذه لجان المغتربين يحق للقاطنين في هذه المنطقة، ولكن مسكنهم الأساسي حسب الرقم القومي في محافظة أخرى أو في مكان آخر، ولكن هم هنا إما لعمل أو إما للزيارة أو أيا كان، ولكن هنا ما يسمح به أو حتى كمن كان على سفر من خارج البلاد يحق له في لجان المغتربين أن يأتي إلى هذه اللجان. 6 لجان موزعين ب11 دائرة انتخابية و6 مراكز، يعني رفح والعريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة، وكل هذه الأماكن في كل مكان لهم في كل مركز من مراكز هناك لجنة للمغتربين. نتحدث عن 300,000 يعني من الكتلة التصويتية، 300,000 مواطن لهم حق التصويت في محافظة شمال سيناء ضمن 500,000 مواطن بشكل عام، وهم عدد إجمالي مواطني محافظة شمال سيناء مقسمين على 6 مراكز التي تحدثنا عنهم. العريش مقسمة لـ4 أقسام، قسم أول وثاني وثالث ورابع. نحن الآن في القسم الثاني وبه عدد من المدارس، مجمع المدارس في وسط المدينة والمدرسة اللي أنا متواجد بها الآن، حيث كان الإقبال منذ 9 صباحا منذ فتحت اللجان أبوابها. يعني هناك عدد كبير من السيدات كان لهم إقبال في بداية اليوم، عدد من الرجال وأيضا جزء من الشباب الذين شاركوا اليوم في اليوم الأول بالانتخابات ليختاروا المرشح لهم من 4 مرشحين تم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية أو الهيئة العليا للانتخابات. نتحدث عن في حقيقة هذه المكان له طبيعة خاصة كما نعلم بالطبع، طبيعة حدودية خصوصا مع ما يحدث من على الأشقاء في فلسطين في الناحية الأخرى، ومتابعة بالطبع دخول المساعدات وما سمعناه من تهجير قصري أو إشاعات لتهجير القصري لدخول لأراضي سيناء، إلا أن الأهالي هنا جاءوا ليؤكدوا على الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح القادم يعني سيحافظ إذا على تحدثت مع الأهالي المصرية كريم. وبالطبع من هنا نعم يعني إذا تحدثت مع الأهالي في مدينة العريش وقد تعطي انطباعا للمحافظة محافظة شمال سيناء، كيف ترى الدافع للذهاب إلى صناديق الاقتراع من الناخبين في العريش؟ نعم، الدافع الرئيسي دائما هو هنا الحفاظ على الأراضي المصرية، ولكن ربما الدافع الأكبر بعد القضاء على الإرهاب منذ 2018 حيث بدأت الحملة الكبيرة وللقضاء على الإرهاب، يعني انتهت بالفعل وتم القضاء على الإرهاب في محافظة شمال سيناء وبدأت مسيرة التنمية المختلفة في عدد من القطاعات بشهادة أهالي شمال سيناء. هذا ما تحدثت عنه معهم، وحيثين قالوا أنهم يريدون من يستمر في هذه التنمية، توفير فرص عمل، إعادة أيضا زراعة الأراضي مرة أخرى. لذلك من الأهداف الرئيسية هي التنمية المستدامة، وأيضا هذه التنمية تدعم الحفاظ على الأراضي المصرية، لأن التنمية في حد ذاتها تعطي الولاء والوطنية للتمسك بالأراضي، وهذا ما نراه من الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وخصوصا في العريش ورفح بعد الأيام السيئة التي مروا بها بالطبع ضمن طبع الإرهاب الذي مروا بها، ولكن بعد عودة الأمان مرة أخرى بكفاح الجيش والشرطة وأهالي شمال سيناء الذين جميعا ضحوا بأرواحهم من أجل عودة هذه الأرض والحفاظ عليها. نتحدث عن بالطبع دافع كبير للتأكيد على الأمن والأمان والاستقرار والتنمية المستدامة، وهي الأهم، التنمية المستدامة في جميع القطاعات.